بسم الله. تمارين حول درس المتطابقات الهامة لمستوى السنة الثالثة إعدادي الموسم الدراسي 2015-2016. تمرين الموالي: X عدد حقيقي موجب وغير منعدي، بحيث X ناقص 1 على X يساوي 1. أصغر برهن أن X زائد 1 على X يساوي جذر 4 5. B صغيرة: استنتج أن X تساوي 1 زائد جذر 4 5 على 2. يلا انقل هذه المعلومات في دفترك ثم أنجز التمرين. سنلتقي بعد قليل لمناقشة الحل معا. يلا سأنتظرك. أوقف تشغيل الفيديو ريثما تقوم بمحاولة لإنجاز التمرين. يلا أتمنى لك التوفيق. يلا الآن شوفوا الحل. لنبرهن أن X زائد 1 على X يساوي جذر 4 5، وغادي نطلقوا من المعطيات أن X ناقص 1 على X يساوي 1. إذن سنرفع القيمة الأولى إلى الأس 2 والقيمة الثانية اللي هي 1 إلى الأس 2، ولدينا الحق في ذلك. إذا كان العدد A يساوي العدد B فإن A أس 2 تساوي B أس 2. تبقى واصل. في ماذا تذكرون هذه الكتابة؟ X ناقص 1 على X الكل أس 2 تذكرون بماذا؟ نعم تذكرنا بالمتطابقة الهامة الأولى، هي A ناقص B الكل أس 2. اعتاد المتطابقة الهامة الثانية، A ناقص B الكل أس 2 والتي تساوي A أس 2 تابع ناقص 2 أب زائد ب أس 2. هاي نكتبوها، أي إكس أس 2 ناقص 2 في إكس في 1 على إكس زائد 1 على إكس الكل أس 2، والطرف الثاني هو 1، أي إكس أس 2 ناقص، إن هنا عندنا اختزال، ناقص 2 زائد 1 على إكس أس 2 أو 1 على إكس الكل أس 2 بحال بحال يساوي 1. ننقل ناقص 2 إلى الطرف الثاني، هذا العدد ناقص 2 سننقله إلى الطرف الثاني، تعطينا إكس أس 2 زائد 1 على إكس أس 2 يساوي 1 زائد 2. عند انتقال حد من طرف إلى آخر تتغير الإشارة التي تسبقه. إذن إكس أس 2 زائد 1 على إكس أس 2 تساوي 3. متفقين؟ الآن سنضيف 2 إلى الطرفين، إكس أس 2 زائد 2 زائد 1 على إكس أس 2 تساوي 3 زائد 2. متفقين؟ أي إكس أس 2 زائد 2 زائد 1 على إكس أس 2 تساوي 5. الآن بدأنا نقترب من النتيجة. الآن سوف نحاول أن نجعل هذه الكتابة على شكل متطابقة هامة. إكس أس 2 زائد 2 في إكس في 1 على إكس، إكس في 1 على إكس يساوي 1، وواحد في 2 تساوي 2، زائد 1 على إكس الكل أس 2 أو 1 على إكس أس 2 بحال بحال. تبقين؟ إذن كما ترى هذا الجزء لعنانا يشكل متطابقة هامة، الأولى أم الثانية أم الثالثة؟ نعم المتطابقة الهامة الأولى، هاهي انظر، A أس 2 زائد 2 في A في B زائد B أس 2 والتي تساوي A زائد B الكل أس 2 تساوي 5. تقيم إذن X زائد 1 على X يساوي جذر مربع العدد 5، وهكذا توصلنا إلى النتيجة التي نريد. نمر الآن إلى السؤال الثاني.
نستنتج أن x يساوي 1 زائد جذر 4 5 على 2. إذا نطاقم المعطيات نعلم أن x ناقص 1 على x يساوي 1، و x زائد 1 على x، وهذه النتيجة توصلنا لها بالبرهان، تساوي جذر 4 5. إذا الآن سنقوم بجمع هذه المتساويتين طرفا بطرف. إذا x ناقص 1 على x زائد x زائد 1 على x تساوي ماذا؟ نعم تساوي 1 زائد جذر 4 5. كاينة واحد القاعدة في الرياضيات تقول لنا إذا كان a يساوي b والc يساوي d فإن a زائد c يساوي b زائد d، أي يمكن جمع متساويتين طرفا بطرف. يعني هذا الجزء اللي عندنا هنا نضيفه على هذا الجزء اللي عندنا هنا يساوي هذا الجزء زائد هذا الجزء، وهذا ما كتبناه. لاحظ هنا عددين متقابلين اللي هما ناقص 1 على x و 1 على x، نشطب عليهما. طبعا يعني و x زائد x كما تعلم هو العدد 2x، 2x تساوي 1 زائد جذر 4 5. واضح؟ يعني x تساوي ماذا؟ نعم تساوي 1 زائد جذر 4 5 على 2. العوامل عند انتقالها من طرف لآخر تعوض بمقلوباتها. انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية صفاء مراكش. إلى اللقاء.